هي الخطيئات والسيئات التي نتطبخنا بها في الأيام والليالي الفائتات. وهذا مغتسل بارد وشراب، وباب للخيرات مفتوح، وسوق للرحمات رائجة. فاهتملوا فسحة أعمالكم بعقد عزائمكم على استقبال رمضان بإحسان الأعمال، فإن استقبال رمضان بجمع الطعام والازدياد من الحطام وانتظار المسلسلات برار أي برار، فهي عيشة الحيوان الذي يشاركنا فيها. ولا نرتفع إلى الآدمية السامية والإنسانية العالية والمحمدية الصادقة والإسلامية التامة إلا بأن ندرك أن الله عز وجل جعل شهر رمضان لنتوب إلى الله ونلجع إلى الله ونتطهر من ذنوبنا ونستكثر من حسناتنا. فنسأله سبحانه أن يمد في أعمالنا فيبلغنا جميعا شهر رمضان.